إلى صحيفة المنتخب المغربية ونطالع فيها الوداد جهز ترسانته للبشرية. الصحيفة كشفت أن نادي الوداد البيضاوي أكمل سلسلة تعاقداته استعدادا للموسم الكروي الجديد، حيث استقدم كلا من المهدي الدغوغي ورضا الله الهجوج ورشيد حسني ومعاد الصحفي والحداد ومحمد عقيل، وكلهم عادوا من إعارة، بالإضافة إلى ياسين الخروبي لاعب لوكوموتيف البلغاري سابقا، ومحمد النهيري مدافع الفتح الرباطي، وزكريا الهاشيمي ظهير الرجاء الأسبق، بالإضافة إلى شيكاتارا، فقد باتت ترسانة الأجانب تتشكل من البوركينابي محمد واتارا والإيفواريين داكو نيكيسكوت والشيخ إبراهيم كومارا. إلى صحيفة الهداف الجزائرية ونطالع فيها مطمور يدخل التاريخ بانتقال مفاجئ.